مرحبا بكم في برنامج الاستديو التحليلي لشعر المحاورة. شعر المحاورة هو الحوار الذي يدور بين الشاعرين في ميدان المحاورة الموزون المقفى. يا مرحبا ترحيبة فنجال بن وزعفران، دام البقع في حفلتنا ما كناها لا مهرجان. هذا بيت من شاعر بجميع تركيبته بجميع ترابط حروفه، تعرف انه بيت شاعر متمكن. ولا يا زيد عبر عن ايام المعانا، لي السيل شعيب خاف الضغط الحرارة. لان المحاورة تعتمد على الرمزية وتعتمد على اخفاء المعنى وعدم اظهاره. والشيخ منكم نماري بجميع البشر، يستفاد منها بطريقة الفتل والنقض بين الشاعرين المتفاهمين بنقاط معينة. الشعر فتل ونقض ما يشبه رياض الصالحين. بدأ من نقطة نقاش معينة بدأت تثير المحاورة بين الشاعرين بطريقتهم. مرحبا في اشرف مكان وفي مقام اشرف قبيلة، تسلم وتبقى ولو بعض السوالف مستحيلة. هذا البيت سوف يكون انطلاقة المحاورة ويجد اتجاه معاكس. شاعر عبد الله يقول عندي استعداد لإثبات ذلك في الدليل، معناته مصر على موقفه. انتهت المحاورة ولم تصل التصفية لنقطة العتاب التي يريدونه.